من السنه الثانيه على التوالي في دبي، وانطباعات اوليه عن الايفون 15 برو. طالما وصلك الفيديو اخبط بقى اللايك سبسكرايبك، سيب لي كومنت وتقول لي ايه رايك في اللون الرايق ده، ويلا نكمل في الفيديو. بس السنه دي يا جدعان مختلفه تماما عن السنه اللي فاتت. السنه دي كانت مدعكه، لا مدعكه بمعنى الكلمه. مفيش موبايلات كتير، الستوك المتاح برده مش كتير، اوفر برايس المره دي في دبي نفسها مش طبيعي. السنه اللي فاتت كان اوفر برايس 300 400 درهم، السنه دي 1000 درهم فيما فوق. كل محل بقى بيعلي على التاني، يقول لك بقى باكجات وما اعرفش ايه وحاجات يضيفها لك ما يكونش ليها اي 30 لازمه، بس هتدفعها اجباري مش اختياري. والله يا باشا احنا مش بنبيع الايفون لوحده، بنبيع باكسسوارات زي بتوع الهاردوير عندنا في مصر. البروسيسور مش هيطلع من غير تجميع، نفس الكلام بقى هنا، الايفون مش هيطلع من غير الاكسسوارات بتاعته. هتاخده عريان كده يا عم؟ انا عايزه عريان يعني. سيبك بقى من الكلام ده كله، بعد المدعكه دي كلها عشان توصل للون ده، ده حوار تاني خالص. الناتشرال تيتانيوم اكتر لون مطلوب ومش موجود اصلا، لون جامد، وده اللون الجديد بتاع السنه دي. بصراحه هو ده اللي عليه العين والليلي والليلي والنني. الماتيريال المط مع اللون، الموبايل مش مبسط من الظهر، مش بيلم انبساط كتير. وبالنسبه لموضوع الحوسه اللي كان منتشر الفتره اللي فاتت على السوشيال ميديا وعلى الفيسبوك وعلى الكلام ده، والله يا جماعه الموضوع مش اوفر قوي كده. هو كده كده اصلا اي جنب موبايل بيلمع او معدن بيتلحوس كده كده من البصمات والعرق تراب، ده كده كده يعني. مش عارف ليه الموضوع كان مأفور، اللي هو مش فاهم في ايه. بس الموضوع مش اوفر فعلا زي ما كانت الصور مبينه، الصور بتأفور الموضوع شويه. بصراحه اللون حرام اللي هو اتغطى، بس انا جبت كيس من ابل، كفرات الجديده اللي هي بالخامات او الماتيريال الجديده اللي مستخدمينها اللي هي من قماش كده، بصراحه الكيس حوار. وجبت اللون الكحلي ده مع الظهر ده بقى، بص عامل بقى ميكس كده لما بتبان الكاميرا في النص باللون اللي تحسه كده بيج ماضي فاتح، مش عارف تقول عليه ايه بصراحه. طبعا الاكسسوارات القديمه بتاع 14 برو مش هتركب على 15 برو، وده لاسباب كتيره. وكده كده ابل بتعمل الحركه دي دايما عشان تضطر تشتري اكسسوارات جديده. الموبايل ارفع واقل في الطول من ال 14 برو بتاع السنه اللي فاتت، تحسه كده بقى ملموم في ايدك. هو نفس حجم الشاشه ال 6.1 انش، نفس كل حاجه، بس طبعا بما ان الحواف قلت او البيزل اللي حوالين الشاشه قلت، حجم الموبايل قل. وكمان بقى اكتر حاجه هتلاحظها الوزن، الموبايل ده اخف من ال 14 برو، ويمكن كمان ال 15 برو ماكس اقل في الوزن من ال 14 برو العادي. اه والله يا مؤمن. فدي اول شويه حاجات كده هتلاحظها، وبعدها على طول هتيجي عينك على زرار السايل اللي ما بقاش فوق وتحت، اللي هو بقى الزرار بتدوس عليه تغير ما بين وضع الرينج والسايل. ودي مش اكتر حاجه ممكن تستغلها، انت ممكن بقى تكستمايز الزرار ده يعمل لك وظيفه معينه، يعني ممكن يفتح مثلا الريكورد، يفتح لك شورت كات مثلا لابلكيشن معين. اكتر تغيير يمكن حاسه كويس يعني او حاجه كويسه. نفس الشاشه تقريبا بتاع السنه اللي فاتت، انا مش شايف فيها تغييرات كتير، نفس الصوع، نفس الالوان، نفس كل حاجه، نفس الريفريش ريت، نفس كل حاجه تقريبا. اللي جد بس زي ما قلت لك ان الحواف بقت اقل. واخيرا وانت ماشي في الشارع هتوقف واحد كده، باشا مش معاك شاحن سامسونج؟ مدخل الشحن تايب سي، مفيش لايتنينج بورت، خلاص تاني. يعني دي اكتر شويه حاجات هتلاحظها كده اول ما تفتح الموبايل او اول ما تطلع الموبايل من العلب. نيجي بقى الحته المهمه جدا وهي البرفورمانس والمعالج الجديد الابل اي 17 برو. وطبعا انا قاعد بتكلموا في المؤتمر كتير جدا، ساعه بحاله بيتكلموا عن المعالج الجديد وقد ايه هو جامد زحليه، في كارت شاشه بيدعم الري تريسنج في الالعاب و و و. بس عارف انت لما بتوصل لمرحله اللي هو انت بتعلي على حاجه عاليه اوريدي، 14 برو كان جامد جدا، عارف انت لسه مش حاسس بالفرق ده الكبير، اللي هو ما هو ده جامد بس هو ده اجمد، اه بس انا مش عايز تاني، مش محتاج اكتر من كده. بس الموضوع ما فيهوش ليميت. طبعا انت عارف وانا عارف ان كل سنه من قرب على وقت المؤتمر موبايلك القديم بيتبرجل كده، تحس هو بيتخض، ما تعرفش فيه ايه اللي بيحصل، تسقيط بقى في الفريمات، إيه تهنيج كده احيانا، كراش ممكن، بطء وديلي في الاستجابه مش طبيعي. وده غير البطاريه اللي عمرها بيتخفز بيه الارض، ده كده كده اول ما بنقرب للمؤتمر كده كده حاجات عارفين ان ابل بتعملها بس ما نقدرش نقول. نروح بقى للكاميرات اللي هي يعتبر بالنسبه لي ما حصلش فيها تطور كتير قوي بالنسبه للبرو. البرو ماكس هو اللي ضافوا فيها 5 اكس زوم، او كاميرا الزوم اللي بتوصل لخمس مرات، يمكن ده اكتر تغيير بالنسبه لي في الكاميرا، لكن غير كده بصراحه بلح. كل الحاجات الباقيه دي تقريبا موجوده في ال 14 برو عادي يعني موجوده. بس هتلاقي بقى شويه لعب في الهاي ديناميك رينج، بقى الهاي ديناميك رينج احسن، الموبايل بقى بيعرف يظبط كده الظل والاماكن المنوره مع بعض، بيدلع كده الصوره. بس في العموم بقى تجربه الكاميرا هتوضح كل حاجه. بالنسبه لتصوير فيديو 4K 30 فريم يعني بصراحه مش ثابت قوي، يعني حاسس ان انا السيلفي مش احسن حاجه. هم اتكلموا في المؤتمر على تثبيت الكاميرا الخلفيه، فهنشوف ده بصراحه فيديو ثابت مش هقول لك لا، بس نفس اللي كان في 14 برو ما حسيتش بفرق كبير. طبعا اضافوا حاجات كتيره جديده، بس يعني حاسس الموضوع يعني 14 برو نفس الكلام يعني. وكان في نظام تثبيت جديد تماما، بس يعني انا حاسس يعني الموضوع ما اختلفش كبير قوي عن 14 برو. يعني انا حاسس برضو الفيديو فيه لسه سنه هزه خفيفه، بس ستيل يعني اوفر اول زي الفل، حلو رضا. طبعا لسه ما قدرتش اختبر عمر البطاريه، لسه ما اعرفش طبعا هم زودوها عن السنه فاتت ولا لا. كل الحاجات دي انت بتضطر تسيرش عليها، ما فيش حاجه معلنه من ابل بشكل صريح. بس في النهايه اللون ده جامد. ده كان فيديو سريع لملخص التغيرات على ارض الواقع. بص بالنسبه للاسعار ده بقى حاجه هترجع لك، بس الاسعار دلوقتي اوفر جدا حتى هنا في دبي. ايه الا بقى تحجز من قبل وتستنى لغايه بقى شهر 10 او اخر 10. لو حجزت دلوقتي هتستلم اخر 10 او اول 11، وعلى حسب اللون، اللون ده اكتر لون مطلوب، فممكن تدخل كمان في نص 11، لكن البلاك والبلو والوايت اقل شويه في الطلب، فممكن تستلمهم بدري. ده الكلام ده لو تحجز من قبل بالسعر الرسمي. لو هتنزل اي ستور هنا في دبي هتضطر انت تاخد شويه باكج كده مع الموبايل. حاول تستفيد باكتر باكج تكون يعني انت مستفيد منها فعلا، مش يبيع لك الهوا
ويقول لك انت واخد حاجات زياده بفلوس زياده. الموبايل ده انا اشتريته معاه ابر كيل بلس مش من الستور، او يقول لك بقى انا بديك ضمان سنتين او الكلام ده ومن الستور، لا انا عايز ابر كيل بلس يا عم بالسعر الرسمي بتاعه اللي هو 800 درهم، حتى كمان الكفر الاوريجينال معاه بالسعر الرسمي، فانا مشتري حاجات زياده بس بسعرها الرسمي والموبايل كمان بسعره الرسمي، فده بالنسبه لي كان ديل كويس. باقي الستورز 1200 درهم 1300 درهم 1400 درهم، فين قدام الستور بتاع ابل عمالين يبيعوا الاجهزه ب 7000 و6500، امبارح سمعت ارقام غريبه، وهو الموبايل لوحده بس مش معاه اي حاجه ثانيه. يا ابني احنا اللي بنعمل الحوارات دي يا ابني. بس كده معانا وكنا خلاص، ما تنساش تقول لي رايك في اللون الجامد ده، بصراحه تعبت جدا عشان اوصل، او عشان كده كمان اتاخرت يوم في المراجعه، كان في الوان كتيره امبارح بس كمان باوفر برايس، انا الحمد لله جبت اللون اللي انا عاوزه بالسعر اللي انا عاوزه وكده عظمه قوي. بس معانا كده نكون خلصت، اشوفك على خير الفيديو اللي جاي، سلام.